النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه طلبت مني كتير. البسبوسه، البسبوسه ناس كتيره جدا بتخاف منها وبتفشل معاها، ان شاء الله نعملها النهارده بمقادير مظبوطه باذن الله، تلاقوها احلى من اللي احنا بنشتريها من بره. اهم حاجه هنراعي فيها حاجات بسيطه هنتكلم عليها واحنا شغالين. يلا نشوف اول طبق معانا البسبوسه، دخله الفرن عشان يلحق يطلع معانا واوريه لكم قبل نهايه الحلقه باذن الله. معانا البسبوسه باللوز، طبعا بقى باللوز بالبندق بساده، حتى باي حاجه انتوا عاوزين تعملوها يبقى انتوا لكم مطلق الحريه. محتاجين كوبايتين سميد ناعم، كوبايتين اتنين سميد ناعم، كوبايه الا ربع سمنه دايبه، معلقه ونص كبيره عسل نحل، ومحتاجين نص كوبايه سكر ناعم الحبيبات، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، ده للعجينه بتاعه البسبوسه. اما للشربات بتاع البسبوسه بقى وده مهم جدا، محتاجين كوبايه وربع سكر، وكوبايه ونص ميه، ربع معلقه صغيره ملح ليمون او عصير ليمونه، معلقه صغيره عسل جلوكوز، ومحتاجين فانيليا، ده للتنكيه، ممكن نحط اي حاجه غير الفانيليا لو احنا بنحبها. تمام كده احنا قلنا المقادير بتاعتنا. طيب عندي مقدار السمنه بتاعي بفككه على النار بالطريقه دي بالشكل ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل ما نشتغل في البسبوسه انا هنا معايا المقدار للطبق الثاني اللي احنا هنشتغل فيه بعد الفاصل ان شاء الله، لتاني طبق انا محتاجه فيه رز ابيض يكون مطبوخ. انا الحقيقه ما رضيتش اطبخه، قلت يبقى ايه يطبخ قدامنا. دول حوالي كوبايتين كبار رز ابيض، انا شوحتهم بمعلقتين زيت ومعلقه سمنه وحطيت عليهم ملح فقط. دلوقتي هحط لهم كوبايتين كبار ميه ونسيبهم يستووا عشان يبقى ايه الصنف ده جاهز معانا نغرف منه لاخر الحلقه. يبقى انا كده سويت كله قدامكم بالشكل ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي رز ابيض بنطبخه عادي جدا للطبق اللي ان شاء الله اللي هنعمله اللي جاي. انا هسيبه يغلي، بعد ما يغلي اهدي عليه شويه واسيبه لما يتشرب خالص نبدا نهدي النار خالص عليه. هنا معايا للبسبوسه بقى، نرجع تاني للبسبوسه بتاعتنا، معايا السميد ومعايا هنا السمنه، انا سخنتها مش سخنه بقى مولعه، يا دوبك بس ايه تبقى دافيه كده. هاخد معلقه، هاخد معايا هنا العسل النحل، هنزله على السمنة بالشكل ده كده. يبقى انا حطيت السمنة بتاعتي ومعاها العسل النحل وادوبهم كده مع بعض. طب انا ما عنديش عسل نحل، احط شوية شربات تقيل، الشربات من بتاع الكنافة والقطايف بلح الشام والحاجات دي، احط منها معلقتين عسل كنافة اللي هو العسل يكون تقيل شوية بالشكل ده اهو كده، ادوب العسل النحل مع السمنه. وكل بقى الحاجه دي اساسيه جدا، كل ما كان نوع السمنه كويس كل ما كانت البسبوسه احلى. يعني كل ما كان جبت مثلا سمنه بلدي تمام شغاله، سمنه مش بلدي بس فيها نسبه دسم عاليه فلاحي اوكي شغال. طب انا ما عنديش وعندي السمنه العاديه اللي هي بتاعت العلب العاديه، ممكن اشتري من عند العطار ريحه سمنه بلدي اللي هم الايام دي موجوده كتير جدا طبعا عشان الكحك، احط منها ريحه السمنه البلدي تديني ريحه حلوه بالشكل ده. طيب قبل ما احط هنا على السميد هبدا اعمل ايه على السميد، انا معايا نص كوبايه سكر، هبدا اقلب السكر على السميد بالشكل ده كده. وهنا عايزه احط رشه بس صغنونه ملح كده خفيف، هي بس الملح ده للسنه يعني. اقلب الملح للسنه، السنه يعني السنه النبويه. وهنا بحط معلقه صغيره بيكنج باودر، حد هيقول لي هي مش كيك عشان نحط لها بيكنج باودر، لا انا بحب احط المعلقه الصغنونه البيكنج باودر دي علشان تخلي الفراغات جوه البسبوسه لما بتستوي بتعمل لها كده فراغات صغيره تخليها تتشرب الشربات وتبقى مرمله وطعمها حلو متبقاش مكتومه. هي بس معلقه شاي صغيره على المقدار الكوبايتين السميد ونص كوبايه السكر بالشكل ده. قلبت السميد والسكر والبيكنج باودر، انزل هنا عليهم السمنه بقى بالعسل أو بالشكل ده كده.
حد يقول الزبده ينفع الزبده؟ لا ما ينفعش، لان الزبده فيها ميه، فمقدار الزبده لما بتسخن في الفرن وبتطلع الميه بتاعتها، الميه دي هتبوظ لنا مقدار البسبوسه. فاحنا مش عاوزين زبده، احنا عايزين سمنه. اهو ابدا بقى ابس البسبوسه كويس جدا، او ابس الدقيق بتاع البسبوسه بالسباتيولا كده او بايديا، لو احنا هنستخدم ايدينا بايدينا ندعك كده السميد كويس جدا مع السمنه. اهو ادعكه كده اشربه كويس جدا، ودي مرحله مهمه جدا علشان ما يتغلف السميد بالسمنه بتاعتنا مع العسل النحل. طبعا السكر برده هيدوب شويه صغيره قبل ما يدخل الفرن، هو اكتر نص كوبايه السكر دي هتسيح لما تدخل في حراره الفرن، مش هتسيح دلوقتي، فاحنا عايزينها كده تتشرب علشان تبقى كل حبايه مرمله وتبقى شاربه كويس جدا. وان شاء الله هوريها لكم باذن الله لما تطلع من الفرن هتبقى جميله ازاي. اهو بالشكل ده خلاص، هنا كده اتبس كويس جدا اهو بالشكل ده. احنا بصوا هنا كده بنقلب براحتنا، طالما ما حطيناش حاجه سايله فيها ميه، زبادي لبن او ميه حتى احنا ما حطيناش لسه، يبقى انا اقدر ادعك براحتي واقلب براحتي كويس جدا. خلاص المرحله دي كده انتهينا منها، هبدا بقى المرحله المهمه ان انا اضيف عليها الزبادي. طالما ضفت الزبادي التقلبتين بسرعه جدا وابدا ادخل على الفرن. هنا انا معايا صينيه مقاس 24 تقريبا او من 24 ل 26، هنحطها هي مقاس 26 تبقى مظبوطه جدا، مدهونه كويس جدا بالسمنه بالشكل ده. بحط الزبديه كده كلها، الزبادي اللي هو المغلف العادي الجاهز، او لو احنا هنجيب الزبادي البلدي من عند اللبان بالقشطه بتاعته بحطه بالقشطه بتاعته اهو، وابدا اقلب. شايفين التقليب كده بسرعه جدا اهو، وراعي ان كله يندمج مع الزبادي. خلي بالنا ان السميد فيه جلوتين، لان هو دقيق برضو، الجلوتين ده انا مش عاوزاه يتمدد ويطلع لي يعمل لي عرق فيها او تعيش مني، باللي هو المصطلح اللي انتوا كلكم بتسمعوه من اي شيف بيطلع في التلفزيون، وخاصه الحلواني يقول لك البسبوسه بتعيش. بتعيش يعني بتشرب السوائل ومن كتر التقليب بتعمل عرق، بتبقى معيشه كده عامله زي العيش اسيا. فاحنا هنخليها كده طريه. شايفين تقليب كده خلاص انتهينا منه، هبدا بقى اروح منزله على طول خليط البسبوسه في الصينيه اللي مدهونه بالسمنه. بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا على طول كده افرد في الصينيه، يبقى كل الارتفاعات قد بعضها. انا ممكن الخطوه دي اعملها بايديا، بلاش الاسباتيولا مش هتبقى ناجحه يعني فيها قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بقى نقدر نحط على الوش لوز، ونقدر نحط بندق، نقدر نحط اي حاجه احنا عاوزينها من المكسرات ان شاء الله، حتى السوداني يعني. بسم الله الرحمن الرحيم كده اضغط عليها كده، اسويها من كل الاتجاهات، اخليها كلها قد بعضها. هي كده كده السمنه لما تدخل جوه الفرن هنلاقيها كده نحس ان هي ايه طريه وسايله سنه، مش مشكله هي هتتساوى، بس برضو بقدر الامكان اخليها كلها قد بعض عشان كمان احس ان هي كلها تاخد نفس المقاس، ما تبقاش حته متكتله في حته وحته لا. ابدا اعدل الحروف كده. هتاخد بقى في الفرن قد ايه؟ يعني نص ساعة، اقل من نص ساعة ان شاء الله وتطلع باذن الله. درجة الحرارة 190 والشبكة تكون في النص. اتأكد ان كله تحت ايديا، احنا دي حاجة بالسنس كده هنحسها تحت ايدينا واحنا بنبطط كده، هنحس انهي الحتة اللي مليانة شوية والحتة اللي هي ما فيهاش، او تحت ايدينا خفيف فيها الحشو العجينة بتاعت البسبوسة. اهو في المرحلة دي بقى اهو بعملها بس كده عشان ايه اتأكد ان هي كلها قد بعضها اهو كده. هنا هروح بقى جايبة في المرحلة دي، لو انا هحشي هحط اي حاجة على الوش، هحط لوز بندق، اللوز يكون متقشر، والبندق يفضل ان هو يكون متحمص على النار خفيف كده علشان القشرة بتاعته تنفصل منه. هناخده في طاسة تقلبتين خفيفة على نار هادية كده بالمعلقة الخشب على طول شوية، وهلاقي القشرة بدأت تنفصل منه، هاخده ابرده في طبق وافركه بايديا كده، هلاقي كل القشرة طلعت منه، هبدأ ارصه او احطه كده عشوائي، ده ما فيهوش اي مشكلة. انا عاملة النسخة هوريها لكم ان شاء الله بعد الفصل، هجيبها
انا عامله النسخه حاطه فيها لوز، انا دي قلت واحده باللوز والثانيه نعملها ساده، هحطها بقى في الفرن على درجه حراره 190، قلنا هتقعد تقريبا نص ساعه، والشبكه في النص من تحت بس، مش الشبكه كمان يعني، مش الشوايه كمان، من تحت بس الفرن مشغال. شغل هنا كده. هنا معايا الشربات، المية دي متعايرة يا أحمد؟ تمام. آدي المية بتاعة البسبوسة، أحطها وأنزل على طول عليها السكر. وهنا ده الفانيليا، وهنا معايا عسل الجلوكوز، بس أنا محتاجة عصرة ليمونة. أهو الليمون هنا، ممكن أخد من ده عصرة ليمون، بس هستنى شوية، هستنى شوية لما المية معايا بالسكر تغلي. ما المية تغلي هروح حطلها عصرة الليمون، بس ممكن عشان ما ننساش اهو احطه. تعرفين الواحد بيبقى هنا واقف ايه، في 100 حاجة قدامي ممكن اعملها. خد دي مكانها سمنة، مش مشكلة خالص. طب الحلو كمان في شربات البسبوسة، بعد ما نطفي عليه ممكن نحط له، لو عندنا السمنة بلدي في البيت نحط له معلقة سمنة واحنا بنسقي، كمان بيديها ريحة رهيبة. ده كمان للي هو واحدة بعتت لي على الانستجرام سألتني، قالت لي السمنة البلدي غالية وانا محتاجة ان انا اعمل اكل بسمنة بلدي، اعمل ايه؟ قلت لها اطبخي بالزيت، وفي اخر الطبخة، في اخر كل طبخة لو عندك سمنة بلدي وعاوزة تستخدمي منها قليل، في اخر الطبخة تحطي معلقة او معلقة صغيرة، مثلا طبخنا الرز في المرحلة بتاعة التشريب دي، احط له معلقة صغيرة على الوش سمنة واغطي عليه، اكتم عليه، السمنة هتسيح، هيبقى كله اكنه مطبوخ بسمنة بلدي. برضو لو البسبوسة انت عاملاها بسمنة عادية ومحتاجة تبقى ريحتها قوي سمنة بلدي، الشربات لما اطفي عليه وانزله، حطيت الفانيليا، اروح حاطه كمان معلقه السمنه البلدي واصب على طول، هتبقى كأنها كلها بالسمنه البلدي. تمام. هبدا بقى اشتغل في الطبق الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اجيب المقادير دي هنا. بسم الله. تمام، 100 100. فين الجونتي؟ اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله في الوقت الممتاز. بصوا بقى الشكل، هحطها لكم هنا كده علشان ايه نقدر نسقيها ونشوفها. بسم الله. هي سخنة والشربات احنا لسه عاملينه وقافلين عليه، يعني ما كملش 5 دقايق، يبقى برضه هو ايه، لا بيغلي قوي ولا بارد بالشكل ده. بصوا بقى، بصوا بتشرب على طول ازاي، عشان هي مظبوطه جدا معايا اهو. بديها كده كل الكميه، بصوا بدأت بتشرب على طول، ما شاء الله ما شاء الله، يعني المقدار ممتاز اهو. تمام كده. بصوا اجيبها كده عندي علشان ايه اقدر احركها كويس. بسم الله. كده بصوا بقى بتشرب كويس جدا. ابدا بقى كده، لو انا عندي ورق فويل اغطي، لو عندي غطا صينيه ممكن اكتم عليها، اسيبها ربع ساعه متغطي عليها، البخار اللي بيطلع منها ده كمان بيساعد ان هي تبقى مستويه كويس جدا جدا. بصوا النسخه دي انا عاملاها امبارح بالليل، بصوا لغايه دلوقتي طريه جدا، لانها اول ما طلعت من الفرن رحت قافله عليها على طول بغطا حله مقاس الصينيه، قفلت عليها وسبتها لحد لما بردت تماما. تحفه، ان شاء الله تجربوها وتعرفوا ان انا بقول لكم عليه صح جدا. بس امسح هنا الشربات اللي وقع، هيتكرمل على البوتاجاز كده. خلاص شايفين البسبوسه شربت كل الشربات ازاي. بصوا طريه ازاي. تعالى كده بص حضرتك يا استاذ سرجاني معايا بعد اذنك. بصوا طريه عامله ازاي. بصوا وشاربه الشربات، والشربات طالع وتحفه ومرمله جدا. عايزه افتحها لكم برضو عشان نشوفها الترميله من جوه عامله ازاي. بصوا كده اهو، بصوا الترميله من جواها عامله ازاي اهو، بصوا الظهر بتاعها عامل ازاي اهو، ده ظهرها من تحت اهو، ادي الظهر، بصوا الترميله من جوه عامله ازاي.
ما هي انت بقى، انا عاوزاك تصور لي الثانيه اهي الحلوه اهي. اها الحلو اجيبها لك هنا كده. تمام. يعني احنا لو احنا يعني مش صايمين والله انا كنت جبت يعني كنت كلت منها قدامكم عشان استمتع بيها. طبعا انا بتعذب من المنظر الرهيب ده. ان شاء الله تكون الحلقه النهارده عجبتكم باذن الله. ارجوكم تنفذوا الوصفات باذن الله تعجبكم جدا جدا. ابعتوها لي على بيتك ومطبخك مع غاده مصطفى او صفحتي غاده مصطفى بالعربي بالانجليزي، بيج برضو كبير. ابعتوا لي الرسائل هنا وهنا بشوفها كلها. وان شاء الله اشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه يوم الاحد الجاي واحنا على خير كلنا وتكونوا بصحه وسلامه. ربنا يتقبل منكم ومنا الصيام والاعمال الصالحه. اسيبكم دلوقتي في امان الله واقول لكم سلام عليكم.